عز الدين، ليش هيك النيفو تاعك هابط في السباحة؟ كنتوا تسبحوا أحسن من هيك بكثير. خلني أتعلم. حرام عليك. صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله الجميع بخير. وأخيراً اليوم راح نطلع رحلة متحمس كثير، اللي 6 أشهر ما طلعت من الدار بسبب الكورونا، وكمان كان عندي كثير ضغوطات، سواء ضغوطات قراية أو ضغوطات عمل، فالواحد بحاجة إنه يريح جسمه. فاليوم رايحين لوراية بومرداس أنا والشباب، فخلوكم لنهاية الفيديو. نبدأ يومنا مع القهوة. هاينا وصلنا بومرداس، منطقة اسمها أولاد موسى. رايحين عند صاحبنا عز الدين، كان يقرأ معنا طبعاً، إن من قبل الكورونا ما شفناه، فاليوم بدنا نشوفه. هاينا برفقة الشباب الطيبة حسن أيوب. إيش اسمها؟ ليش اسم؟ ما سمعتني ليش اسم؟ خلينا نسميها، سميها جولي. جولي. يلا جولي. وهسه وصلنا للشاطئ في بومرداس، قعدنا في منطقة بعيدة عن الشاطئ تقريبا 100 متر، فيها خيم هيك وحولها سور. المنطقة هذه لصاحبنا، فحبينا نحط فيها اغراضنا ونرتاح شوي ونتغدى ناكل، ميتين من الجوع والله. وصلنا للبحر، منطقة فاضية، ليش مش حدا. ساعة كاملة موصينا على المي، هسه وصل. اخي زمان مني. ايش هتدمرك انت؟ شو الاخبار؟ اي ايش عامل يا حبيبي؟ تذكر هذاك اليوم لما ضربتني؟ واستغلاك هذه اللحظة انت عاجز. اقسم بالله لو فتحت الان هذه اللحظة انت عاجز والله لا اغرقك. لا هذا شو جاي؟ شكون الزعيم؟ من الزعيم؟ والله لو نطي يا امجد لا غرقه. من الزعيم؟ والله جاوب على السؤال، احكي انت الزعيم تخلص المشكله. طبعا الشباب دفنوا الشوافي وانا ما رضيت هذا الاشي على الشوافي، انه الشوافي يموت وانا ما اموت. يا بنعيش سوا يا بنموت سوا، دفنوني يا كلاب. والله لا تدفن حالي. شو هاي؟ لا يا ما ساعد فيهم. خلي يدك انت. انا هذه بتساعد فيكو ايدي. يلا انزل 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 انزل. حطه تحت راسي مخده. هسه بنحط لك مخده. بس تدفن مخده. بس تجيبوا كليماتيزو. رجلي طيب رجلي هذيك ايش؟ انزل نزل ظهرك يا رجال. نزل ظهرك. حط تحت راسي مخده. هو لازم تنزل ظهرك بعدين بنحط مخده. يلا. ايوه. بتموت على الشوافي. هو استنى. يا بنموت سوا يا بنعيش سوا. شوف ايش عارف وراك. شوف ده شباب قديش بحبك. انا رايي تركزوا على صدره عشان ما يقدر شنو بعد راسك. طلع راسك شوي بعد. هات هات. ليش هذا؟ اذا مسكت التراب اسوي هيك. نم وجهك ما تطلع التراب هيك. من الزعيم. من الزعيم. حطيت. شفتوا اخرته الكلب قلب علي، قلت يا بنموت سوا ويا بنعيش سوا، خلاني اموت وقلب علي. تعملوش لحدا في هالوقت. Thank you.
هذا الشاب طبعا هو اللي وقعني. هذا الشاب هذا انا ايش راح اسوي؟ طلع حجمي حجمي بحجم هذا الولد وسخ قاعد بس حجمي بحجم الفتنس ايش راح اسوي لك؟ بتسوي كيلو على كيلو بيعمل يا اخوي. شفت طبعا شفتوا اصحابي ايش عملوا، دخلوني البحر غصب عني، وكمان الشواف هذاك اللي دفنت حالي علشانه في الاخير حاول يغدر فيه. تجهيزات حفلة الشواف. بعدين شوفوا السكين هذه كلياتها علشان حبة بندورة هيك حجم كم حجم علشان حبة بندورة مثل هذه بستخدم ساطور. يا مان حبيبي صب لي كريم. لا 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 ادي واحدة ناشفة. غرف ناشف. اعطيني غرف ناشف. انا كيف اقول لك كريم. خلاص سيك تمام. اليوم الثاني في بومرداس، طلعت مع الشباب ناكل في المطعم، مطعم سوري اتوقع في منطقة، شو اسم المنطقة عز الدين؟ شو اسم المنطقة هذه؟ بومرداس فيل. في بومرداس فيل. عز الدين ليش هيك النيفو تاعك وهابط في السباحة؟ كنتوا تسبحوا احسن من هيك بكثير. تعلم لا يا شباب تتحملوا اسم الزيحة. يا جماعة هذول حابين يعملوا مسابقة مين بيغطس تحت الماي بيتحمل نفس اكبر، فحطوني الحكم بدي احكم بينات. خلينا نشوف. يلا شباب راح اعد 1 هيا 2 3 كلا ميتين الله يرحمكم. ضحايا ضحايا حسن. شوافي الاول شوافي خرج اول واحد، حسن الثاني العرب الشيشة ظل عز الدين وحميدو. انا حميدو خرج. ايه عز الدين اليوم تعرفنا على قهوة خلاص. المشكلة راهن عليك وتطلع أول واحد، فضحتني قدام المتابعين. إيش أعمل ولي؟ وصلنا لمطعم اسمه إيش اسم المطعم؟ أكواريوم. ها؟ أكواريوم. أيوة هذا هو الاسم بالضبط. كيما وود بيكر. وود بيكر يجي يكتب لك. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا لا تنسى تشترك في القناة وتعمل زر لايك، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله بفيديو جديد.